بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بطلاب الصف السابع مع درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الدراسات الاجتماعية. عنوان الدرس: مظاهر التغير الاجتماعي في المجتمع القطري. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب أن 1- يعدد مظاهر التغير الاجتماعي في المجتمع القطري. 2- يوضح أثر عوامل التغير الاجتماعي في المجتمع القطري. عزيزي الطالب، الآن نراجع سويا ما تم دراسته بالدرس السابق: أنواع التغير الاجتماعي في المجتمع القطري وعوامله. أنواع التغير الاجتماعي في المجتمع القطري: 1- التغير الكمي، أي التحول في عدد الأفراد وتوزيعهم وتركيبهم ومعدل الإنتاج وعدد الوافدين. 2- التغير النوعي، وهو التحول في الطريقة التي يعيش فيها أفراد المجتمع وأسلوب التفاعل بينهم، مثل القيم والعادات والتقاليد ودور الأسرة. قارن بين المجتمع القطري في الماضي والحاضر من حيث: 1- نمط المعيشة. 2- نوع الأسرة. 3- وسائل الاتصال. أما بالنسبة لرقم 1، نمط المعيشة، تغيرت من البساطة وسكن الخيام إلى سكن المدن. أما رقم 2، نوع الأسرة، من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية. 3- وسائل الاتصال، من وسائل بدائية إلى حديثة. ب- وضح وجهة نظرك في هذه الاختلافات بين الماضي والحاضر. نشاهد سويا الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى للدوحة قديما، والصورة الثانية للدوحة حديثا. مظاهر التغير الاجتماعي في المجتمع القطري: الهدف الأول أن يعدد الطالب مظاهر التغير الاجتماعي في المجتمع القطري. مظاهر التغير الاجتماعي هي: 1- شكل الأسرة ووظائفها. 2- التركيب السكاني. 3- النمو الحضري. 4- العمل والمهن. 5- ثقافة المجتمع. والآن عزيزي الطالب، عدد مظاهر التغير الاجتماعي في المجتمع القطري. مظاهر التغير الاجتماعي هي: 1- شكل الأسرة ووظائفها. 2- التركيب السكاني. 3- النمو الحضري. 4- العمل والمهن. 5- ثقافة المجتمع. الهدف الثاني أن يوضح الطالب أثر عوامل التغير الاجتماعي في المجتمع القطري. أولاً، مظاهر التغير الاجتماعي: أدت مجموعة العوامل التي ساعدت في إحداث تغيرات اجتماعية في المجتمع القطري وعملت على تطوره في النواحي التعليمية والاقتصادية وتشكيل مظاهر متعددة للتغير الاجتماعي، ومنها شكل الأسرة ووظائفها. نجد أن الأسرة القطرية قد تعرضت لتحولات أساسية في البناء والوظيفة، فالانتقال من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية أدى إلى تقلص حجم الأسرة وتغير الأدوار الأسرية. قيم أتعلمها: احرص على تدعيم الروابط الأسرية
وصلة الرحم، والتمسك بالعادات والتقاليد الصحيحة. التركيب السكاني، ويتمثل في اتساع القاعدة السكانية وارتفاع نسبة الشباب الذكور، وقد ساهمت الهجرة الوافدة في تعدد الأصول السكانية التي تعيش على أرض قطر باحترام متبادل وبما يراعي الثقافة القطرية وعادات وتقاليد المجتمع القطري. النمو الحضري يتمثل في النمو المساحي للمدن وتنوع أشكال وأنماط المساكن وظهور المراكز التجارية والثقافية والترفيهية والفنادق. العمل والمهن، لقد أدى التطور العلمي في دولة قطر إلى ظهور مهن وتخصصات جديدة لم تكن موجودة سابقاً، كما أدى إلى اختفاء عدد من المهن التي كان السكان يمارسونها في السابق. عزيزي الطالب، ما هي المهن التي ظهرت والمهن التي اختفت في المجتمع نتيجة التغيرات الاجتماعية، وكيف أثر ذلك على المجتمع؟ الإجابة هي: المهن التي ظهرت هي العمل بالتعدين، وكذلك العمل في مصانع الغاز. أما المهن التي اختفت مثل صيد اللؤلؤ واستخراجه، وكذلك رعي الأغنام، أثر ذلك على المجتمع من خلال تغير نمط الأسرة ونمط المعيشة وتغير بعض العادات والتقاليد. قيم أتعلمها: احرص على احترام جميع المهن، فكل مهنة لها دورها في النهوض بالمجتمع. ثقافة المجتمع، ويظهر في التغير في القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية، مثل التغير الذي طرأ على عادات اللباس والمأكل والزواج، وتعزيز دور المرأة في الأنشطة الثقافية في دولة قطر. ما هي القيم الاجتماعية والتقاليد الراسخة في المجتمع القطري؟ الإجابة هي: نصرة المظلوم، إغاثة الملهوف، صلة الرحم. ما واجبنا تجاه قيم المجتمع القطري الأصيلة؟ الإجابة هي: المحافظة عليها والتمسك بها، لأنها جزء من القيم الإسلامية. ركزت رؤية قطر 2030 ضمن التنمية البشرية على ما يلي: ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه، قدم أمثلة لممارسات تدل على احترام الفرد لقيم مجتمعه والالتزام بها. الإجابة هي: الحرص على التزاور وصلة الأرحام، التمسك بمكارم الأخلاق، تقديم المساعدات للمتضررين. والآن عزيزي الطالب، عدد مظاهر التغير الاجتماعي في المجتمع القطري. مظاهر التغير الاجتماعي هي: 1- شكل الأسرة ووظائفها. 2- التركيب السكاني. 3- النمو الحضري. 4- العمل والمهن. 5- ثقافة المجتمع. وضح أثر عوامل التغير الاجتماعي في المجتمع القطري. أولاً، مظاهر التغير الاجتماعي. أدت مجموعة العوامل التي ساعدت في إحداث تغيرات اجتماعية في المجتمع القطري وعملت على تطوره في النواحي التعليمية والاقتصادية وتشكيل مظاهر متعددة للتغير الاجتماعي، ومنها شكل الأسرة ووظائفها.
نجد أن الأسرة القطرية قد تعرضت لتحولات أساسية في البناء والوظيفة. فالانتقال من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية أدى إلى تقلص حجم الأسرة وتغير الأدوار الأسرية. التركيب السكاني، ويتمثل في اتساع القاعدة السكانية وارتفاع نسبة الشباب الذكور، وقد ساهمت الهجرة الوافدة في تعدد الأصول السكانية التي تعيش على أرض قطر باحترام متبادل وبما يراعي الثقافة القطرية وعادات وتقاليد المجتمع القطري. النمو الحضري يتمثل في النمو المساحي للمدن وتنوع أشكال وأنماط المساكن وظهور المراكز التجارية والثقافية والترفيهية والفنادق. العمل والمهن، لقد أدى التطور العلمي في دولة قطر إلى ظهور مهن وتخصصات جديدة لم تكن موجودة سابقا، كما أدى إلى اختفاء عدد من المهن التي كان السكان يمارسونها في السابق. ثقافة المجتمع، ويظهر في التغير في القيم والعادات والتقاليد الاجتماعية، مثل التغير الذي طرأ على عادات اللباس والمأكل والزواج، وتعزيز دور المرأة في الأنشطة الثقافية في دولة قطر. والآن عزيزي الطالب، لنبدأ سويا بملخص درس اليوم. مظاهر التغير الاجتماعي هي: 1. شكل الأسرة ووظائفها. 2. التركيب السكاني. 3. النمو الحضري. 4. العمل والمهن. 5. ثقافة المجتمع. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. نتمنى لكم التوفيق والنجاح.